دلوقتي هنروح معاكم ونشوف الجرايد قالت ايه عن النادي الاهلي النهارده. الاهرام الاهلي يواجه الجونه في سباق تجميع النقط المؤجله، عوده مؤمن زكريا وانتظام سليمان ابرز اسلحه يوسف، صدقي يستعين بتوليفه جديده. الاخبار الليله الاهلي في مغامره جديده مع الجونه. الجمهورية في معركة الجونة على استاد السلام، الأهلي يرفع شعار لا بديل عن الفوز. الأخبار المساء الأهلي في محطة الجونة، الأحمر يسعى لمواصلة الانتصارات في مؤجلة الدوري. الوفد صدقي في مواجهة يوسف، الليلة الأهلي يسعى لمواصلة صحوته في الدوري أمام الجونة، رفاق أزارو يتسلحون بروح الفانيلا الحمراء في مواجهة خبرة كتيبة جدو. اليوم السابع الأهلي يصطدم بالجونة في مشوار العودة للمنافسة على القمة، يوسف يحارب الإجهاد والإصابات والصدقي يخطط لانطلاقة قوية في بداية مشواره. الشروق الأهلي يسعى لمواصلة صحوته أمام الجونة، مؤمن زكريا يعود بعد غياب هشام محمد بديل عاشور، استمرار ندفد وعلاء في الدفاع، يوسف الفوز في المؤجلات كفيل باحتلال القمة، وصدقي يبحث عن المفاجأة وتكرار سيناريو الاتحاد والمقاولون. روز اليوسف هل تستمر استرداد الجول؟ يوسف يحذر من صعوبة المباراة، وصدقي يظهر لأول مرة مع ممثل الصعيد. الدستور الأهلي يسعى لتأكيد الصحوة أمام الجونة، وإعلان المدرب بعد المباراة. الأهرام ريمون يطلب 7 مدربين لتدريب الأهلي، وجوزي مستشار فني لقطاع الكرة. المصور الرياضي شريطة اجتياز اللقاءات المؤجلة والفوز على الزمالك، المارد الأحمر قادر على قلب الموازين والحفاظ على اللقب. سيد عبد الحفيظ يتحدى الجميع، الأهلي بطل الدوري ولا عزاء للمغردين. الأخبار محمد يوسف مش خايف على الأهلي، الحاوي نجم VIP وأزارو مستمر وجمعة